كافيه بغداد. المقام العراقي يمتاز عن الأغاني في العالم لوجود أصول وقوانين في داخله، ويمتاز أيضا بسبب قطعه وأوصاله وصياغتها. مع المقام العراقي إعداد وتقديم الحاج هاشم الرجب. مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا. مالا بالليلة ناديت أهلا أهلا المحبة والمحبة تهل أبا أبا يا أبا. كنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن مقام المحمودي، وكنا أيضا قد أجبنا على رسائل الإخوة المستمعين، وشرحنا ما يطلبون من أسئلة واستفسارات عن مقام المحمودي. واليوم عزيزي المستمع لقاؤنا مع مقام الناري، وكما وعدناك في الأسبوع الماضي. معي في الاستوديو عزيزي المستمع الحاج هاشم الرجب، لنطلع وإياك إلى على عالم مقام الناري. أهلا وسهلا حجي. يا أهلا، كيف صحتك؟ الحمد لله. أهلا بك. الله يحفظك حجي. احنا وعدنا المستمع أنه للقائنا في هذه الأمسية سنتحدث عن مقام الناري. نعم. ومقام الناري بلي، لما سمي بالناري؟ ما المقصود بذلك؟ هل أنه المقام حاد وقوي؟ نعم. نعم. ولا شلون؟ بلي، هنا المقامات العراقية احنا تكلمنا في حلقات سابقة انه لا يعلم انه سبب تسميتها او من الذي سماها وفي اي وقت. نعم. وسؤالك وجيه على انه هل هو من المقامات الحادة؟ نعم، مقام الناري هو من المقامات القوية الحادة، ولذلك سمي بالناري نقدر نقول. لا، ما اظن من نجزم به الموضوع، لكنه هو قوي ومن المقامات الصعبة ومن المقامات النادر قراءتها لصعوبتها. وهسه إن شاء الله نشوف شنو الصعوبة اللي بمقام الناري. تقصد نادر من قرأ من قراء المقام؟ نعم، أن قراء المقام الكبار يقرؤوا للناري، مثلا المرحوم رشيد قندرجي، حج عباس، سيد جميل بغدادي، كلهم يقرؤوا للناري. سيد جميل الأعظمي أنعم الله عليك، لكنه عادة مقام الناري شوية أكثر القراء ينجروا منه، لأنه شوية بفرد صعوبات إن شاء الله نشوفها. يعني نقدر نقول أنه مقام الناري أصعب من مقام الإبراهيمي؟ لا لا، مقام الإبراهيمي أصعب لكثرة القطع البي والأوصال اللي والأوصال بي، وبي قطعتين ناري، وإحنا في وقتها من حلنا الإبراهيمي ذكرنا هم بي قطعتين من الناري. إذن الصعوبة اللي جت لمقام الناري منين جت حجي؟ هل سببها القطع والأوصال ولا شلون؟ لا، مو القطع والأوصال. هسه إحنا إن شاء الله من نحلل نشوف الصعوبة. الصعوبة بالصياغة، صياغة القطع مال الناري، قطع الناري، قطع الناري صياغتها هي الصعوبة هناية، وإنما القطع والأوصال لا، ما بيها صعوبة، هي نفس القطع والأوصال الذي تدخل في مقام البيجاوي ومقام المحمودي، نفس القطع. نعم بلي. آه،
إذن حجي لنعود إلى التحليل. نعم. ونحلل المقام الناري. أي نعم. ونأتي الصياغات للقطع والأوصال اللي تدخل. أي نعم. ضمنه. حاضر. وحبذا لو نطبق. حاضر. جزء منها للمستمع العزيز. حاضر إن شاء الله، كل ما نتكلم عن شيء نطبقه. نعم. عمليا مقام الناري هو المقام الثاني من الفصل الأول من مقام البيعت. الفصل الأول هو مقام البيعت، يعني الفصل الأول يبتدي بمقام البيعت، ثاني مقام هو الناري، ثالث مقام الطاهر، رابع مقام المحمودي، فهو موقع المقام الثاني من الفصل الأول الذي هو فصل البيعت. ويغنى مع الإيقاع، الموسيقى مالته صاحب الإيقاع من أوله إلى آخره. نعم. والميزان ماله الآن يقرق 12 على 4، وسابقا كان أنه من الأيناواسي، الوزن أيناواسي 18 على 4، وقلنا في حلقات سابقة أنه الأيناواسي ترك الآن مدى يستعمل بالعراق، وهو خاص بالعراق. الأيناواسي من المقامات الثلاثة التي خاصة بالعراق، ما حد يعرفها ولا حد يستعملها في باقي البلاد الشرقية قاطبة، وهي السماح قلنا 36 أو 38 على 4 و 18 على 4 الأيناواسي، واليقرق اللي هو 12 على 4. فالآن يستعمل مع الموسيقى مع الميزان اليقرق 12 على 4، وهو من المقامات المقيدة، يعني يراعى بها التسلسل، مو بكيف المغني يأخذ أنه أي قطعة أو أي شيء ليده، وإنما مقام الناري من المقامات المقيدة. نعم. ويغنى فيه إزهيري، الكلام الذي يغنى فيه إزهيري، مو من الشعر العربي الفصيح، وإنما الشعر العامي الذي هو إزهيري أو الموال. هذا جملة التفصيل ما هو في الناري. يحرر الناري أو بدوة، الناري من مقامات البدوة، قلنا البدوة إذا كانت قصيرة تسمى بدوة البداية، وإذا كانت طويلة تسمى تحرير. فمقام الناري من مقامات البدوة، يعني بدايته كلش قصيرة، فيبتدي من النوى، البدوة ماله تبتدي من النوى بكلمة يا رب، والشطر الثاني يعاد مثل البدوة من النوى، يعني من الصول. أثناء ما ينزل من الصول يتدرج ويستقر على درجة السيجا الميتال بيمول. مقام الناري يفرق عن باقي المقامات من هالناحية هذه، أنه استقرار الأبيات الزهيري تكون على السيجا، الصيحة بيات من النوى، واستقرار الأبيات تكون على السيجا، فالموسيقي ينطي بيات للمغني، يسلم بيات المغني، يستلم بيات يسلمه للموسيقي سيقا، الموسيقي يستلم سيقا ويرد يسلمه بيات، هالشكل تسلوم. نعم. واحد يسلمه للآخر، لما الموسيقي يستلم منه سيقا ياخذ السيقا ثم يرد على البيات، ياخذ بيات ويرد يسلم على سيقا ويستلم سيقا ولا على فهذا مقام الناري هو يفرق عن باقي المقامات بهالموضوع هذا، إلا الشطر السادس يكون بيات بس شطر، ولا الباقي والتسلوم يكون بيات، تسلوم مقام الناري بيات، والشطر السادس يكون بيات، والباقي كله من البيات إلى سيقا، انتهاءه كله على سيقا. خلي نطبق حجي لو سمحت. نطبق نعم نطبق، والقطع قبل ما نطبق نحددها ثم نطبقها إن شاء الله. البيت الأول يمشي أنه ناري، البيت الثاني يأخذ بي وصلا من المخالف، إينوش نوش خفيف مخالف، قطعة من المخالف، أي ثم أيضا ناري يأخذ ناري، وبعدها يقدر يدخل هنا القطع للتحلية، للتحلية وللتنويع تغيير النغم، عمر قلة مثلا، عبوش مثلا، مقابل قرية باش، هذه يقدر يأخذها في مقام الناري. هذه هالقطع تأخذ تقريبا أو مو تقريبا في كل مقامات التي تتفرع من البيات، في الجبوري، في البهرزاوي وغير البيات، مثلا في الحديد الذي تفرع من الصبع همنا تدخل هذه هالقطع هذه. فهنا فأنا قلنا بالحلقة السابقة عند تحليل المحمودي أنه فرد شبه كلش كبير بين صيحة المحمودي وصيحة
الناري. لكن فرق كلش جزئي، فرق الذي يفهم المقام. المحمودي يقول لا والله يا عيوني، هاي المحمودي احنا هم دلناها في تحي المقام المحمودي. الناري لا يا رب، نفس الصيحة لكن بالزهيري يفرق. المحمودي مثلا لي خلة وطراني هموم وطرام، أو سيح لي خلة، هاي هذا يكون عندنا الناري. لي خلة، هذه صيحة ناري. المحمودي لي خلة، نفس الصيحة لكن شوية فرقت. أعتقد الفرق أنه بزيادة الآهات المحمودي. عدد الآهات. بارك الله بيك. هذه يعني قليل من المستمعين، طبعا القراء يفرقوا هذه، لكن المستمعين يشوفها في صيحة في شيء. هل فرق الجزئي دي يكون الفرق بين صيحة الناري وبين صيحة المحمودي؟ ومن الزحجي أنه أساس الاثنين هو البيات. هو البيات بلي، لكنه جبوري غير شكل همبيات. الشرقي دوغا همبيات غير صيحة، الأورفا همبيات غير صيحة. لكن هالثنين مثل ما رح نشوف مثلا بين الباجلان وبين الحليلاوي، مثلا بين المثنوي من الحجاز وبين المدمي، فالفروقات كلش جزئية اللي يخلي يتسمى هذا مثلا مدمي وهذا يكون مثنوي. هذه الفروقات الجزئية. نجي على التحليل على الناري. نالا ما يقول لخولة حارجين حارجين احشاي بنارهم، هذا أول بيت يمشي. نعم. هذا الناري، هذا أول بيت. ثاني بيت لما يقول لخولة حارجين حارجين احشاي بنارهم، مخالف فصل مخالف شوية هذه. مدلل هذه هل شوية وصل مخالف، فرقت عن الأول. نفس الصيحة لكنه بيها وصل مخالف. البيت الثالث نفس الأول يكون، والبيت الرابع ده يكون غير شكل. أما أنا يكون استقراره على السيقة لكنه ده يكون غير شكل. مثلا حتى الحشا حتى الحشا حتى الحشا والجبن مشعول بنارهم، فرق هنا هم أنا على السيقة لكن فرق، هذا ناري وهذا ناري. هم سيقة وناري، هاي ذيك الأولانية ناري وهذه ناري، لكن فرق اثنينهم شيقة واثنينهم ناري، لكن هذه هالقفلة صارت غير شكل وهاي هناك غير شكل. ايش السبب حجي؟ لا يعني بالتطويل، التطويل يعني دي يصير هنا غير شكل، هنا رأسا دي يلقف الشارقة ويجي على شيقة، هناك لا شوية يتعطل، يتعطل شوية. هذه دي يكون الفرق بين الصيحتين. هنا اكوش فرد صيحة يمشي الخامس على الأول، وهاي قلنا هنا المغني بين الأبيات يقدر يخلي وصل عمر قلي، يقدر يخلي مقابل، يقدر يخلي قرية باش، يقدر يخلي عبوش بين الأبيات. شو وقت يحب هذا؟ مو مثل الإبراهيم، الإبراهيم من وراء من وراء قطعة الطاهر يلا يقدر يقوم يلمع بالوصل. هنا لا، كيف يقدر بين كل بيت شطر أو شطر يقدر يخلي فرد قطعة من هاي التحليات هذه. هنا البيت السادس يكون على البيات مثل وصلة جبوري يجي نوش نوش. صاحوا جميعا جميعا جميع الخلق مالك صرت مجنون، صار بيات هنا. أوه
يسلم بنات. نعم. هالبيت هذا يفرض أنه يخلون في الوصلة هذه من شكل جبوري أنه يدخل بهالموضوع، للباقي كله إذا تكون القفلة سيدة. التسلوم هنا ليكون عفت الأهل عفت الأهل والوطن ورضيت بنارهم أمان أمان، بكلمة أمان يظل على السيقة على السيقة، أمان 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 أمان، يطول بيه أكثر بعد. صيحة من النوع على الرست، بدل هنا من السيقة، بدل من النوع على الرست، من السيقة أخذ وصلة نوع، من صيحة من النوع من الصول، ينزل رأسا مثل قطعة الأوسليك إلى الرست إلى الدو، وتالي يرجع من الشارقة ينزل تجريجيا إلى الدوغا ويسلم على الدوغا الذي هو البيات. نعم. أي نعم. حجي أشهر من قال الناري، يعني إحنا ما حددنا بالضبط نسبة الناري لمن، لكن أشهر من قال الناري من قراء المقام؟ أشهر من غنى الناري طبعا كلهم القراء رحمة الله عليهم، محمد القبنشي الله يطولنا عمره أنه قرأ الناري مضبوط لطيف، وحجي عباس عند الناري زين، ورشيد الخندرشي سيد جميل الأعظمي عند ناري، فكلهم الأساتذة القدماء كلهم يقروا للمقام يعني بصورة مضبوطة، ما يقدرون يقصرون به لأنه خوفا من العيب، وثانيا أنه بين الصنف بين الربع يصير متمام إذا قرنا المقام وزين، فمقام الناري كلهم الأساتذة رحمة الله عليهم غني بصورة مضبوطة. نعم. قلت حجي يتميز مقام الناري بصعوبة صياغة قطعة وأوصاله. طيب اي، فشفتي على انه يصيح نوى ويرد يجي الى السيقة. السيقة. هذه هي الصعوبة حجي. هذا هو الصعوبة. ليش صعبة تكون حجي؟ اي باعتبار انه المغني لازم يكون مضبوط، انه اذانه قوية، وانه بيات ويمطي سيقة ويستمر. لما ينزل معناته مثل الدرج نزول وصعود بدون نشاز. هذه بدون نشاز نعم. اللي نقدر نقول سبب الصعوبة. اي نعم. هو هذا الصعود والنزول والصعود والنزول، فيراد لصياغة وحنجرة قوية، ويعني اقتدار مقام الناري مو مثل بهزاوي مثلا أو مقام الحديدي أو هذه بسيطة بالنسبة إلى مقام الناري. نعم. إذن وقبل أن نودع بعضنا حجي، ترتئي بصوت من نقدم مقام الناري؟ والله أنا أشوف بصوت المرحوم رشيد قندرشي أو سيد جميل الأعظمي أو أي القراء أو أي قاري. نعم. حجي عباس.
المستمع في كل لقاء لنا مع حضرتك ومع المستمع العزيز أن نقول بأي المقامات سنلتقي في الأسبوع القادم. بلي إن شاء الله في الأسبوع القادم في مقام المسجين. فإذا كان أي سؤال أو استفسار عن مقام المسجين ابعث مستمع العزيز بسؤالك أو استفسارك إلى المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون إذاعة بغداد قسم المنوعات برنامج المقام العراقي. أيها السيدات والسادة، ساعتنا في الاستوديو تشير إلى التاسعة تماما حسب التوقيت المحلي.